مرحبا. عم تجتاح موجة من السقيع القارس، معظم المناطق بالنمسا مصحوبة بهطول ثلوج ورياح باردة أدت لانخفاض كبير بدرجات الحرارة نحو 8 درجات تحت الصفر، وتسببت موجة السقيع لوقوع عدد من الحوادث نتيجة انزلاق السيارات على الطرقات المغطاة بالثلوج والجليد، وأسفرت عن خسائر مادية وإصابات بشرية. وبالعودة لطقسنا، طقس شتوي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة أما الرطوبة عادية، البحر معتدل الموج وحرارة 119 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية وعلى المرتفعات، وفي احتمال لتساقط بعض الأمطار المتفرقة بعد الظهر بعدة مناطق. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل، عم بتسجل 12 وبنبقى درجة على المرتفعات 5 و2 تحت الصفر بالأرز. أما كيف رح تكون درجة الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ من شان 11 صغرتها 13، ومن بعدها بننتقل، إذا في ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، هلالية 15، المنصوري 17، بنت جبيل 14، الخيام 13، ومن بعدها دهر البيدر 12، بريتين 10، والمعاصر 12. أما بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 45 و75%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، والرياح شمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. إذا اليوم بتتراوح بين 12 و18، وبكرة بين 13 و19 درجة، ونهار أربعة بتتراوح بين 13 و19 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا عمان 14، دمشق 14، القدس 14، والرياض 18، الجزائر 20، وتونس 23، وأخيرا لندن 8. وهيدا كان جونا. أما هلا بترككم تتابعوا آخر أخبارنا.